ما نتصورش شاب معناتها لبس عليه واموره واضحه يخرج في الليل باش يحل مجازاه، هذا مش مبرر في العنف ومبرر في السرقه، لكن راهي الناس هذيك معناتها خرجت في البرد وفي الشتاء ذي في الليل باش تسرق وكذا، لاني محتاجه، لانه ما عندوش باش ياخذ بكو دخان، ما عندوش ما ياكل. اللي صاير في الليل راه ماهوش مش نورمال. عزيزة تخلعت، ديار تسرقت، حوايج تسرقت، باب سقاز تسرقت، مش نورمال. الاحتجاجات الليليه مدعمه من معناتها من ناس عندها الاموال وعندها معناتها النفوذ وتحب تخلب البلاد، تحب تخلينا قبل بورقيبه، تحب تخلينا نرجعوا وقت الاستعمار. علاش خرجوا العباد هذوما وكيفاش خرجوا وشنو اللي خرجهم؟ الصغار هذوما اللي خارجين تو يقولوا شباب 18 و19 سنه كي بدات الثوره عمرهم 9 و8 سنين، معناتها هذوما الناس اللي تحكي شكون خرجهم وشكون وراهم ما وراهم حتى واحد. هذوما نتاج المنظومه اللي حكمت فينا 10 سنين، 10 سنين نتاع بطالة، 10 سنين نتاع تهميش، تكسير وحرقان وهدين وعباد مفجوعه اللي موجين اهلكنا في عينينا، معناتها ما قدناش البارح نحن وحد من الناس. قولوا احتجاج هو 4 ايام لا ماكله لا خدمه لا حتى شيء، عباد منين باش تاكل؟ منين باش تصرف؟ منين كاش باش تعيش؟ نسميها فوضى. علاش؟ لانه الديمقراطيات على مر العصور مرت بها امريكا وبريطانيا والدول العظمى دامت حتى 200 سنه فهمتي بالتكسير والتنهيب وكل شيء، لكن من بعد الشعب عرف نفسه ولا يخدم. هما كان جاو عملوا معنا الباهي، رانا احنا عاملين معنا الباهي وما تلوموش على الصغار، وذيك تيش هذيك تيش، واول حاجه زاد من بلادنا راه ماهمش عاملين فيها حتى شيء. الاحتجاجات اللي صارت من المواطنين معناها قهره على خاطر الفقر اللي كلاها العباد والبطاله والاحتياج وثم سلطات معنيين بالامر اللي شادين السياسه هذوما قاعدين يبتزوا في العباد وياخذوا في 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 عرق الناس. الاحتجاجات هذه انا نعتبرها شرعيه وان شاء الله ما تمسش الممتلكات الخاصه وما تمسش الممتلكات العامه، ولكن يلزمها تخرج بنتيجه. المشكل تونس في السياسيين اللي دمروا البلاد، انا في رايي انهم دمروها ما خلوا فيها حتى شيء. ثار الشعب التونسي في 2011 نعاقبوه، علاش؟ كيفاش عاقبناه؟ فسدنا له المنظومه السياسيه نتاعو، واحد. اثنين، ما حبيناش ندفعوا الضرائب 25 قداش؟ ميزانيه الدوله 52 الف مليار، ثم خبراء من الدوله ما جبت من يقروا اقرار معناتها واضح بانه نصف الميزانيه نتاع الشعب التونسي، نصف الميزانيه اللي هي 26 الف مليار فيها تهرب جبائي. الدولة عندها ضلع صغير في المسؤولية هذه، لأنها مهمش الشباب، والشباب ما عندوش خدم وما عندوش مورد رزق. هاك الكرسي بتاع البرلمان شاد الغنوش يطير الغنوش حتى وترجع لبيت اللباس وتبوس بعضها وتحمل بعضها ونش بعضها، أما دام هذا الغنوشي موجود راه ما تصيرش فرحة في البلاد. هما شاريها متجيهم وإحنا الزويولة ما نلقاو حتى شي وحده من الناس، وحده من الناس نمشي من الصباح نروح في الليل ما كيكا هاني وليت كل مهبوله، ما قدوش رواح سايبوا الكرسي، هذا اللي نعرف فين ضرينا احنا، شكون بينا احنا؟ شكون يعطينا؟ من 14 ل 23 سنه ما عندوش قد ما خبز وقال باش ياكل من عند بوه وياكل ويشرب من عند بوه، والديهم يشدوا ولادهم يركحوا ولادهم يحطوهم اون بوانت ولادهم يحطوهم يركز ولده ياكل ويشرب ويقعد. السلطة تستفز في الشعب التونسي تستفز، والثورة ذي ما عندناش عليها الاخر، يلزم شعب واعي، يلزم ثورة فكرية من الاخر. اختيارات فاشلة في 10 سنين، صفر تنمية، صفر مشاريع، الاقتصاد ماشي ويتيح كل عام ويبرك. باش نعملوا باش 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 مرينا شيء، كل حكومة تقول باش نعمل صح وطريق وكل شيء وما فما شيء. تحب تنحي سرق البلاد وترجع البلاد، نحي السرق الكبار تعود البلاد تركح امورها بالمعقول، وطالب بحقوقك خير من اللي تعمل الاضرار. الاضرار هذيك من بعد نحن باش نخلصوها. راه كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يا اخي انا ربي ولدي ما يخرجش ولدي في الليل. الوطن الذي لا يحتضن ابنائه هو منفى، تولد نصوص بين ارض خصبه وشعب جائع ووطن كئيب. يا وطني الغارق في التفاهات، هل اننا شعب نحتاج الى وطن، او اننا او انك وطن تحتاج الى شعب؟